ابرار حسن شابة بحرينية حصلت على جائزة الإبداع في برنامج انفينشن التابع لوزارة الشباب والرياضة عن اختراعها المدرب البندولي والذي سيساعد الأطفال من ذوي العزيمة وذويهم على تخطي مراحل عدة في وقت قياسي، كما يعمل على تأهيل الأطفال على الأنماط الحركية السليمة وتهيئة الجسم على اختزال أساسيات الحركة. شراره انطلقت في عقلها فسعت الى تحويلها على ارض الواقع لتساعد بها ذوي العزيمه وتحديدا المصابين بمرض الشلل الدماغي فقامت باختراع جهاز المدرب البندولي والذي يعمل على تاهيل الاطفال على الانماط الحركيه السليمه وتهيئه اجسامهم على اختزال اساسيات الحركه بيكي ترينر هو عبارة عن جهاز بندولي يعمل على تدريب ذوي الإعاقة الجسدية بشكل خاص ومرضى الأمراض العصبية الجهاز يعمل على تدريب الجهاز العصبي المركزي على مستوى وظيفي مستوى وظيفي وحركي معين هالمستوى في من خلال التجربه في الميدان السبع سنوات الماضيه اتضح لي ان هذا المستوى هو اللي يرفع المستوى الحركي للطفل ليصل الى الوقوف والمشي هذا الاختراع يحمل أملا لذوي العزيمة وذويهم للوصول إلى مستوى حركي ووظيفي يمكنهم من الوقوف والمشي بشكل أسرع، ما يخفف على الأسرة الجهود التي يقومون بها تجاه طفلهم المعاق عند اقتنائهم للجهاز في المنزل أو عند تسجيلهم في المراكز المتخصصة في حال إطلاقه في السوق. الجهاز المدرب يعمل على تدريب الجهاز العصبي المركزي بحيث انه يساعد على تحريك الاطراف السفليه للامام وللخلف وبالتالي يختزل الحركات السليمه للوقوف وللمشي طبعا يستطيع ولي الامر ان يت... يقتني هاي الجهاز في المنزل فبالتالي يتلقى الطفل اطفال الشلل الدماغي او اطفال الاعاقه الجسديه علاج مكثف يساعدهم على الاستقلال الحركي يعني آه يات فكره الاختراع لما اشتغلت مع الاطفال جاتني آه كالهام آه بحيث ان كنت أحاول أدور على طريقة أن أنا أساعدهم على أنهم يحركون أطرافهم السفلية بانسيابية أكثر بالتالي يزيد من عدد تكرار التمرين والتدريب فيعطي نتيجة أكثر على الطفل رحلة الابتكار الأول لدى أبرار بدأت منذ ثلاثة أعوام تقريباً بعد أن تعايشت مع آلام الأطفال ومعاناة ذويهم ومعالجيهم خلال فترة عملها بينهم لأكثر من سبع سنوات فتعرفت على معاناتهم وبحثت كثيرا للتوصل إلى هذا الاختراع والذي ساهم برنامج إنفنشن التابع لوزارة شؤون الشباب الذي يحتضن ابتكارات الشباب واختراعاتهم فشاركت فيه وتنافست مع أفكار وابتكارات متميزة وفازت بجائزة الإبداع أبرار اليوم على موعد مع منافسه دوليه في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الاوسط والذي يقام في دوله الكويت للسنه العاشره على التوالي وكلها امل ان ترجع الى البحرين بالميداليه الذهبيه